اقلعي النقاب اقلعي. طيب خلاص خليكي عشان الكاميرات. هو شادي بيخبط لي كده؟ هو ماله شادي؟ في ايه؟ في ايه يا شادي؟ في ايه انت تخرسي خالص؟ اخرس ليه يا شادي؟ في ايه مالك؟ ايه اللي على النقاب ده؟ نعم ايه اللي على النقاب؟ نعم انت بتهزر؟ اخرسي انت طالق، خد ده يا جوه. انت بتقول ايه يا شادي؟ ايه اللي على النقاب بقولك؟ بس يا شادي ايه اللي هديك على وشك؟ يا شادي بس يا شادي، دي واحدة ما بتتكلمش خرصة. خرصة مين؟ ايه اللي وريني؟ ايه اللي عميل؟ والله ما حد منكم طالع دلوقتي. وريني وريني وشه. انت بتشك فيا؟ وريني وشه. ما ينفعش دي منقبة. وريني وشه عدي. حرام. وريني وشك يالا. في ايه؟ اهدي 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 معلش اهدي. وريني وشك بقولك. وكمان حاطط لي مناقير، عامل نفسك واحدة عشان تخش بيتي من ورايا يا كلب. بتقول ايه انت يا شادي؟ اخلصي ما تبصليش كده حضرتك على وشي. بس يا شادي خفت يا شادي، حرام عليك. ما حدش فيكم هيطلع من هنا. انت اتجننت. خش جوه. وانت كمان بتطلعني. خش جوه بقولك. انت شاكك فيا؟ اه شاكك فيك. انت طارق في داهية تاخدك. داهية تاخدني؟ وريني وشك يالا. وريني وشك اديك على وشك. اوعى ايدك يا شادي، انت بتهزر. اوعى ايدك، مالكيش انت دعوه. دي واحده. وريني وشك يالا. ما ينفعش يا شادي، دي منقبه، دي منقبه حرام. ربنا ما هسيبك. انت بتهزر. وطب عايزه تثبتي لي، وريني وشه. ما ينفعش يا شادي. وريني وشه بقولك. ما ينفعش، انت راجل هتخربي بيتك. وريني وشه. خراب البيت بالشك. انت طالق. بقولك انت طالق، امشي من هنا يلا. انا مش ماشي. وانا مش هسيبك النهارده، مش هسيبك غير لما اصفي دمك. مش هسيبك بقولك. بس يا ابني انت غلط كده. وريني وش احسن. واحده صاحبتي، واحده صاحبتي. اثبتي لي انها صاحبتك. ما ينفعش تشيل النقاب. هجيب اللي يشوف النقاب. هجيب اللي يشوف. خشوا بقى جوه، انتوا محبوسين لحد ما اشوف. تمام يلا ماشي. يلا ما تخافيش. ده انت مش هسيبك انا النهارده يا كلب. انت هتتحاسب على كل حاجه انت عملتها. خش جوه. انا هتصل بامي تشوف النقاب دلوقتي. انا تقرطصيني على اخر الزمن. ما هو سيبي اللي في ايدك وتعالي لي دلوقتي البيت بدل ما هقتلها. ايه ده؟ انا اسفة. انت ما عملتيش حاجة. انا اسفة انا اسفة. ما تخافيش عليا، ما تخافيش. بصي بصي، مامته فهماني جاية دلوقتي هتشيل النقاب. ست ما تخافيش ما تخافيش، هتشيل النقاب وهيبان كل حاجة. خلاص ما تخافيش ما تخافيش. اهدي طيب، انا كويسة، ما تخافيش والله. اهدي وما تخافيش، مش هخليه يشيل النقاب عشان حرام. خلاص اهدي اهدي عشان ربنا. ايوه انا فاهمه انا فاهمه والله. ايه انا اتخان؟ في ايه جايبنا عماله وش؟ في ايه جايبالي راجل؟ هنزل انا من إيه؟ هنا تجيب رجاله في الشقه وانا مش موجود. بس ده ما بتعملش كده. خشي شوفي بعينك. اشوف ايه؟ الناس الجيران اللي اشتكتني. انت شادي لما نلحقه بسرعه. يا شادي عامل ايه يا صاحبي؟ عامل ايه؟ الحمد لله. انت عامل ايه؟ كله تمام. خليك بص يا شادي، في موضوع لازم اتكلم معاك فيه، ولازم تاخده برضو بالراحه عشان انت برضو ايه بالراحه. ليه؟ انت كل يوم بتطلع تروح شغلك، انت تطلع من هنا وفي واحد لابس نقاب بيخش بيتك من هنا. ايه يا جدع اللي انت بتقوله ده؟ اللي انا بشوفه بقوله لك يا صاحبي، ده واجب عليا. واحد لابس نقابه وعرفت منين انه واحد؟ عشان عرفت ليه انه هو واحد. انت بتروح شغلك، هو يجي داخل، دي لو واحده ست ما هتخش في وجودك. صح ولا انا غلط؟ موضوع برضو لازم الواحد يشك فيه. ده كل يوم مصيبه لو الكلام ده بجد. ده كل يوم يا شادي، ده مش النهارده بس ولا امبارح، ده الكلام ده من فتره طويله. فسمعت العماره كده يا شادي راحت في داهيه خالص، وكل الناس بتتكلم عليه، وانت مفيش اي نخوه من ناحيتك خالص ولا رجوله. انت بتقوله ده انا اول مره اعرف الكلام ده. انا بقول لك الكلام دوت، انا كل يوم بشوفها، كل يوم بشوفها، بشوفه وهو داخل لها جوه.
انت تروح شغلك وهي تخش. انا خمنت ان هي راجل وكله مخمن انها راجل. ده هيبقى يومها اسود النهارده. وانت مفيش منك اي رد فعل. والله اعلم بقى انت تعرف من زمان ولا ما تعرفش ولا اول مره. انت بتقول يا عم احنا رجاله انت هتهزر؟ بقول لك مفيش الكلام ده. ماشي. انا لسه عارف منك دلوقتي. انا بقول لك انا بشوفه كل يوم داخل. شوفوا لا وشوف اللي انت عايز تعمله اعمله، بس يا سمعه العماره ما عادش مستحمله الكلام ده خالص. شكرا. جه شفته بعينك؟ بقول لك ايه يا شاد، يا فين رجولتك يا شاد؟ انا فاهمك الراجل لسه داخل دلوقتي. اللي انت بتقوله ده عيب. هو عيب ايه يا عم؟ الراجل لسه داخل. انا هنعرف الموضوع ده. بقول لك ايه، سمعه العماره بقت في السفر خالص. لو مش عاجبك المكان يا ابني اتكل على الله يجي غيرك الف. خش يا عم تأكد بنفسك. كدني اهي جلعي. مامته جت. تعالي تعالي تعالي، ما تخافيش بالراحه. اهدي طيب عشان خاطري. اهدي جيران. انت مصدق نفسك؟ شوفي بعينك. بقولك اشوف بعيني. تعالي يا ماما. في ايه؟ تعالي. مالك؟ تعالي اقعدي. مين دي؟ بصي دي واحده صاحبتي. ما اصلا معناها باينه ان هي ست. ما بتتكلمش ما بتتكلمش، وعايز يخليها تخلع النقاب، والنقاب اصلا حرام ان هو راجل. ازاي ده مش محرم ليها؟ في ايه؟ انت مسدينا كده؟ شوفيها انت ياما، شوفيها انت بقى. هي واحده شوفيها انت. طب وبتزعل انت سمعت جيران بالصوت ياما؟ ده راجل ياما. انت مصدقاها؟ وعادي يا راجل. طلعني. ممكن صوتك؟ ممكن صوتك؟ والله لا اشرب من دمه ياما. ممكن صوتك؟ والله لا اشرب من دمه. استني هي ما بتتكلمش صح؟ لا. طب استني استني، ممكن تهدى؟ انت سمعت الجيران بيك كده؟ شوفيه يا اما انت مصدقاها. شوفيه هي خايفه. ما تخافيش دي تترعش. اطلع بره انا هشوف مراتك. دعاء. انا هقفل المفتاح واخش الاوضه. ايه اللي انت بتعمله ده؟ محدش هيخرج من هنا غير لما تتاكد. انت اتجنيت والله العظيم. شوفي بقى يا اما. والله هتتحاسب جوه. بس 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 طب اهدي. ما تخافيش تخافيش تخافيش. هو سمع كتير. معلش بس اهدي عشان خاطري. طب يا دعاء اهدي. اهدي اهدي. طيب انا هشوفها. اقعدي شوفيها. طيب. انا متاكده ما هي باينه من غير ما اشوفها. طب اهدي اهدي. انا عارفه انا عارفه ان هي كويسه. انا عارفه. معلش معلش. انا بصي انا شوفي هظبطهولك. ممكن اشوف حاجه بس؟ ما شاء الله جميل. طب اهدي اهدي. انا اصبري. ودي هاخد لها حقها. دي بنتي دي بنتي. هو ابني ودي بنتي. معلش 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 الرجاله. انت عارفه الرجاله. معلش ما ايوه معلش. انا هخش اظبطه. ده حقك عليا انا. دعاء غصب عنه بيحبك. هيعمل ايه؟ ده مش حب. مش لازم يغير عليكي. ايه يا حبيبي؟ زي ما قلت لي ايه؟ اللي انت قلته لي البنت. اهدي بقى. يعني ده منظر راجل؟ انا سؤال بس، ده منظر راجل يا امي؟ وحتى لو منظر راجل دي دي تخونك. مراتك بتجيب راجل لابس نقاب. انا بقيت رقبتي زي السمسمة على الحمور. سمسمة مين يا خايب؟ ما يمكن بيوقعها بنكش تطلقه. هو انت ودنك خلاص مسلمها للجيران؟ دي ست اهي باينه. معلش يا ماما. دي ست. بعد اذن حضرتك. لا تأسف. لا 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 ما ينفعش. لا لا كده. لا في العصبية ما بيتحسبش. مش انت طلقت؟ لا تلات طلقات. بعد اذنك يا ماما. ما بيتحسبش. بعد اذنك يا ماما. مش انت طلقت تلات طلقات؟ تلاتة يعني حتى مش واحدة عشان نتقال ان حضرتك مغيب. تلات طلقات لواحدة كانت بتحبك وعملت كل حاجة عشان خاطرك وبعشرة مع بعض وفي الاخر تقولي الجيران. جيران ايه؟ الجيران عشان شايفه ان احنا كويسين وشايفه ان احنا متفاهمين. يا ماما بعد اذنك هقول لك حاجه. هساله على حاجه. لا شايفه ان احنا مهتمين ببعض وبنحب بعض والسنين ما بيننا كترت ومفيش مشاكل ومحدش بيسمع بينا وان احنا كويسين. غير وانا مراعيه ربنا فيك وانت مراعي ربنا فيا. فطبيعي ازاي اتنين يبقوا كده واحنا كمان ما عندناش اطفال وانا كمان ساكته وانت ساكت وبنخرج وبنطلع وبنيجي وبنتكلم كلام كويس وكويسين مع الناس وبنكبر بخاطرهم. لا ازاي في اتنين كده؟ انما انت بني ادم ضعيف. عارف يعني ايه ضعيف؟ انا ما امنش النفس معاك. انت بتحبني؟ مستحيل
مفيش حد بيحب حد وبيشك. ويا استاذ يا محترم سوري قوي في الكلمه اللي هقولها لك، اللي بيشك ده بني ادم ناقص مش واثق اصلا في نفسه. انما انا عارفه انا ايه كويس، وطلاقك انا هنفذه ومش عدالك في البيت ده يا محترم. دعاء استني يا دعاء، لازم يبقى في شهود اربعه على خيانه مراتك ليك. انت سالت اربعه شافوها بتخونك؟ ما ترد. لا يا ما وصلتش لدينك ليه عشان تسال نفسك قبل ما تطلق؟ وهو الطلاق ده لعبه سهله كل واحد يقولها ينفذها على طول؟ يا ام انا غيرت يا امي بالكلام ده. غيرت تتاكد الاول، مش عمال كلمه سهله تتقال كده. في شهود اربعه دي اول حاجه. تاني حاجه مراتك دي عمرها ما عملت فيك حاجه وحشه، ليه الظن؟ ليه تخرب بيتك بيتك عشان ناس قالوا لك؟ يا سلام، هي سهله قوي كده؟ وبعدين دي بنت ناس. ثواني يا ماما بعد اذنك، انا مش عارف البيت ده. لا خلاص يا دعاء دلوقتي حالا يا اسراء انا هاخدك وهنمشي. غيرت يا ابو الرجوله؟ في فرق ما بين الغيره وما بين الشك يا محترم. اللي انت عملته ده شك، اللي انت عملته ده انت ما تستحقش اصلا ان انت تكون جوزي. يلا يا اسراء يا دعاء رجع لصوابه. خلاص يلا يا دعاء ما تخربيش بيتك بيه. يلا يا اسراء اقعدي يا دعاء. خلاص لا هو رجع لخطأه. لا معلش يا دعاء. جماعه قولي كلمتك بقى. الشك بقى يا جماعه عيب بقى كده، عيب بجد يعني يا جماعه. شك ازاي يعني؟ شك ازاي لما تبقى معاشرها بالمعروف وبني ادمه كويسه معاك حتى لو مش كويسه معاك؟ حته الشك ان يبقى في راجل في الموضوع دي كارثه، دي مش كارثه دي نصيبه سودة. ومعنى ان انت شاكك ان في راجل في الموضوع معنى كده ان انت مقصر يا باشا، معنى كده ان انت مش مكفي بيتك، معنى كده ان انت بني ادم مش كويس اصلا من جواك، وعارف ان مراتك مش مديها كل احتياجاتها حتى في الكلام فلجأت لغيرك. صح كده؟ اتلم بقى شادي بقى، اتلم بقى. اتفضل اتفضل. انا شكرا. انا شكرا. انت شكرا راعوا ربنا بس وخليكم واثقين من الناس اللي معاكم. والله العظيم الشك ده ملوش دعوه بالغيره، الغيره حاجه والشك حاجه ثانيه اوحش بكتير. سيبك من دي، انت عارف اخلاق مراتك كويس بالظبط. السلام عليكم. سلام ورحمه الله.